أن نتحدث أولا حول المشهد في هذه اللحظة، وهو مشهد من الحزن والألم يعم بلدة جبع في هذه اللحظات. كما تشاهدون في الصورة، بدأ المئات من المواطنين لا سيما النسوة يتجمهرن إلى هنا إلى منزل، ويصلن إلى منزل عائلة الشهيد مجدي فشافشة 36 عاما، الذي ارتقى خلال عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال بعد محاصرته منزله في بلدة جبع، تحديدا الحي الشرقي من البلدة. كما تشاهدون في الصورة، هنا بدأ المواطنون يحضرون من أجل التحضير لاستقبال الشهيد مجدي، الذي من المتوقع أن يصل جثمانه إلى هنا من أجل تشييع جثمانه إلى مقبرة الشهداء في بلدة جبع، وسط مشاركة جماهيرية، حيث انطلق الجثمان من مشفى جنين الحكومي، حيث كان قد وصل بعد هذه العملية الجبانة التي نفذها جيش الاحتلال، والآن تجري عملية التحضير من أجل تشييع جثمانه في البلدة. ما جرى في بلدة جبع هو أن قامت قوات الاحتلال والوحدات الخاصة لجيش الاحتلال بمحاصرة منزل الشهيد مجدي، والذي يقع في الحي الشرقي من البلدة، وقامت بمحاصرة هذا المنزل ومنزله تحديدا. وكان قد حضر الشهيد مجدي إلى منزله قبل لحظات من عملية اغتياله من أجل تناول وجبة الإفطار، حيث كان قد تأخر بتناول وجبة الإفطار ولم يكن قد تناولها يعني إلا قبل أن يصل بوقت قصير فقط. وحال أن وصل المنزل وبدأ بتناول وجبة الإفطار، كانت قوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال قد حاصرت المنزل من كافة الاتجاهات وبدأت بإطلاق الرصاص باتجاه المنزل. ولكن الشهيد مجدي، وكما تحدثت لنا العائلة وشهود العيان، خوفا على عائلته، زوجته وأطفاله، طفله وطفلته اللذان لا يتجاوزان 10 سنوات، أراد الشهيد مجدي أن يسلم نفسه لجيش الاحتلال، وخرج من منزله رافعا يديه خوفا على عائلته التي كانت تتواجد معه في المنزل، طفله وطفلته وزوجته. ولكن جيش الاحتلال، حال أن خرج الشهيد مجدي من منزله، قامت القوات الخاصة، الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال، بإطلاق الرصاص عليه، ما أدى إلى إصابته برصاص في الرأس وكذلك الصدر والبطن والأجزاء السفلية من الجسد، كما تحدث لنا شهود العيان تحت الهواء الذين كنا قد التقيناهم في منزل العائلة ورأيناهم في منزله قبل وقت قصير. هنا كما تشاهدون في الصورة عائلة الشهيد يعني المكلومة في هذه اللحظات، والتي تستعد لاستقبال ولدها، يعني تصرخ ويعني حزنا على ولدها في هذه اللحظات، وألما وجعا على ولدها الشهيد مجدي، الذي ارتقى خلال عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال قبل وقت قصير. الشهيد مجدي هو أسير محرر قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال على فترات متفاوتة، وهو متزوج وأب لطفل وهو جود لا يتجاوز 11 عاما، وحلا التي لا تتجاوز 9 سنوات من عمرها، وهي مريضة وتعاني من صعوبة في النطق. وكان الشهيد مجدي قد خرج كما تحدثنا من منزله حفاظا على سلامة عائلته، أطفاله وزوجته، لكن جيش الاحتلال اغتاله على عتبة منزله وأطلق الرصاص عليه بعد أن حاصر المنزل بشكل كامل وفرض حصارا عسكريا عليه وقام بإطلاق الرصاص اتجاهه. 4 شبان أصيبوا بالرصاص في بلدة جبع خلال عدوان الاحتلال الذي استمر لأكثر من ساعتين في البلدة، وحيث دارت مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال والشبان الذين خرجوا للتصدي لقوات الاحتلال، كما قام ونقلوا هؤلاء الجرحى إلى المشفى لتلقي العلاج، كما قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من المواطنين هنا في بلدة جبع قبل انسحابها من البلدة بعد تنفيذها عملية الاغتيال بوقت قصير.